فريق مرتجي هو والد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، واللي بيواصل عطائه للنادي الأهلي واللي معانا على الهاتف. باشمهندس مساء الخير وكل سنة وانت طيب وتعيش وتفتكر. حبيبي يا إبراهيم وكل سنة وانت طيب، وكل الأهلاوية الكمال والمحترمين وكل يعني من بيسمعنا يكون بصحة وإن شاء الله خير، وربنا يخليك. وأشكرك على التليفون. سيادة الفريق عليه رحمة الله له حق على كل الأهلاوية إنه دايما وأبدا يذكر بكل التقدير وبكل الخير لهذا العطاء الكبير في تاريخ النادي الأهلي يا باشمهندس. بس خليني أقول لك على المستوى الأهلاوي، خالد مرتجي اتعلم إيه من الفريق مرتجي أهلاويا بقى؟ والله خالد مرتجي نفسه يبقى واحد على مليون من الفريق مرتجي. الفريق مرتجي يعني رحمة الله عليه، انك انت تتعاصره وانك انت تعيش معاه وانك انت تشوف كان بيعمل ايه وكان مواقفه عاملة ازاي، الحقيقة ده انا بعتبره ان كرم كبير من ربنا ان انا احمل اسم مرتجي ده لوحده شرف كبير ليا وسام على صدري وحمل تقيل قوي قوي في الايام دي. انا اكتر حاجة اتعلمتها من الوالد هو انكار الذات. اكتر حاجة اتعلمتها من الوالد ان مش البني ادم او الكرسي مش هو اللي بيصنع البني ادم، هو بتحب النادي الاهلي بتحبه للنادي الاهلي وليس لغرض، لا غرض سياسي ولا غرض اجتماعي ولا اي حاجه، انت بتحب النادي الاهلي عشان النادي الاهلي له فضل علينا كلنا، والنادي الاهلي ده اللي بيكبر الناس كلها. فانت لما تدي للنادي الاهلي اعرف ان النادي الاهلي ده حجمه كبير قوي ولازم تبقى ما بتديله بتديله باخلاص. وانا الحقيقه اما كنت يعني كنت بشوف والدي قد ايه كانت بتتعرض عليه ايام ما كان رئيس النادي الاهلي ان هو يبقى مثلا ياخد شغل او مناصب. والدي كان 52 سنه ابراهيم وكان ساب الجيش وكرس حياته كلها للنادي الاهلي. وانا كنت بشوف يعني كنت حتى بقول له يعني طب ما يقول لي يا ابني النادي الاهلي ده جوايا، النادي الاهلي ده ما ينفعش تعمل حاجه جنبه، النادي الاهلي ده لازم تركز فيه لانك انت بتتكلم على اياميها مثلا كان 60 مليون، فانت النهارده مسؤول مش بس على منظومه النادي، انت مسؤول على الشعب. النهارده الفريق مرتجي لما جه النادي الاهلي جه بامر سياسي من القياده السياسيه في ذلك الوقت، لان النادي الاهلي ما كانش بيكسب فكان مأثر على المود بتاع البلد كله. ايوه فالحقيقه ان يعني النادي الاهلي ده يعني يكفي ان الفريق مرتجي قال عظمه مصر موجوده في النادي الاهلي، فشرف لاي حد ان هو ينتمي للنادي. كنت بعرض لسه يا باشمهندس تصريح للفريق مرتجي عليه رحمه الله في يوليو 79 لما سئل قال لك صالح سليم اكفأ من يدير كره القدم في النادي الاهلي، وتلف الايام والاقي في صيف 95 كابتن صالح ومصر والنادي الاهلي بيستضيف البطوله العربيه يكون المهندس خالد مرتجي موجود في احدى لجان البطوله العربيه في رئاسه الكابتن صالح، شايف هذه الصوره الاهلاويه الجميله ازاي؟ بص يا احنا عيله واحده، مهما اختلفنا او كان في خلاف او كان في يعني اختلاف في وجهات النظر في يوم من الايام ما بين الفريق مرتجي وما بين الكابتن صالح، لكن الهدف كله كان النادي الاهلي. اما كان في عز الخلاف في النادي الاهلي ما كان ما بين الوالد وما بين الكابتن صالح لما الكوره ما كانتش ماشيه كويس، انا فاكر انا كنت في البيت ولقيت ابويا بيكلم الكابتن صالح قال له احنا محتاجينك يا صالح، عايزينك تبقى موجود معانا في اداره الكوره. يعني الحب النادي الاهلي كان حاجه كبيره جدا، هو ده اللي الاهلي فوق الجميع. والحقيقه خلينا برضو نبقى منصفين، اللي جمع الناس دي كلها كان حسن حمدي، لازم برضو ندي كابتن حسن حمدي. صحيح كابتن حسن حمدي هو كان زمان يقول لك ايه صالح ومرتجي، لا ما كانش حاجه اسمها صالح ومرتجي ده كان كلام، لكن الكابتن حسن حمدي هو اللي اثبت هذا الكلام في وجودي معاه في الـ في الـ في الـ في, الـ في القائمه بتاعته 2004 وقبل كده في ريال مدريد 2001 وقبل كده زي ما انت قلت في 95 البطوله العربيه لما كنت انا مقرر لجنه العلاقات العامه مع الكابتن محمود الخطيب وبعد كده ما مسكت رئيس اللجنه بعد الكابتن محمود الخطيب سنه 98. فالحقيقه كابتن حسن حمدي كان له دور كبير قوي ان هو يعني شال المقوله او شال الكلام اللغط اللي كان بيتقال ان في جبهه مرتجي وجبهه صالح والكلام ده كله، الكلام ده كان مش مظبوط خالص، لكن هما الاثنين كانوا بيحبوا النادي الاهلي حب
انا لان انا عاشرت الاثنين وشفت الاثنين كانوا بيفكروا ازاي. فالحقيقه يعني النادي الاهلي عيله واحده، والنادي الاهلي حاجه كبيره قوي، والحقيقه يعني مش عارف اقول اكتر من هي دي عظمه الاهلي يا باشمهندس، هي دي عظمه الاهلي. وكل سنه وحضرتك طيب، وتعيش وتفتكر وترجع بالسلامه ان شاء الله. شاكرين، شكرا. شكرا جزيلا للمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي، متذكرا معكم ذكرى الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي الاهلي الاسبق عليه رحمه الله، اللي بتمر اليوم الذكرى السابعه لرحيله.